واحد من الشباب دخل علي واكثر من حساب قد دخل علي يقول يا شيخ انا اسوي المعصيه واندم وتعبت منها وضاق صدري، واحيانا اصلي واستغفر واسوي اعمال صالحه ثم اطيح فيها ثاني مره ثم انقهر من جديد. واذا ذنبك يقهرك ويطفشك ويخليك تتوب وتستغفر، ترى هذا شيء حلو فيك انك ما ترتاح على الذنب اللي تسويه وتندم وتستغفر تكثر اعمال صالحه. هذه ميزه فيك ترى، لان المنافق ما فيها الميزه، يذنب ويذنب ويذنب ولا يستغفر ولا يتوب ولا شيء. لكن المؤمن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب اللي هو كثير الرجعة، كثير العودة إلى الله عز وجل. كل بني آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. فأنك تخطي مجبول، بني آدم مجبول على الخطأ، ولكن إذا خطأ تاب أناب أكثر من الأعمال الصالحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تعبت من حالي، لا تتعب من التوبة، كررها دائما، أقرن دائما كل معصية. في الحديث أذنب عبدي ذنب، حديث قدسي، فاستغفر وتاب. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به. ثلاث مرات يعمل نفس الشيء والله عز وجل. فقال الله عز وجل قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما يشاء. المقصد من هذا الكلام مو أنك تتجرع على المعصية، المقصد من هذا الكلام مهما تفعل من الذنوب وتتوب توبة صادقة نصوح تقبل هالتوبة وإن تكررت المعصية. التوبة إذا كانت نصوح صادقة تقبل الماضية، وإن أخطأت في الحاضر تتوب منها كذلك. لكن مو يجرئك الحديث هذا على أنك تقع في المعاصي. المقصد من هذا الكلام دائما جدد توبتك وأكثر أعمال الصالحة، وتوبتك الماضية مقبولة، وإن تبت في المستقبل يقبل الله عز وجل منك. لكن انتبه إن قلبك يتعود على المعصية ولا يشوفها شيء، أو تقول هذه صغيرة هذه مهي بشيء، ثم يتعودها قلبك. أكبر مشكلة القلب يتعود على المعصية وصارت عنده عادي. الواحد ما يدري يموت على المعصية ولا على الطاعة في وقت التوبة أو في وقت وقوع في المعصية. السلامة منها خير من الوقوع فيها، السلامة منها خير من الوقوع في الذنب نفسه. آية الكلام جاهد نفسك على عدم الوقوع في المعصية، جاهد نفسك. التوبة النصوح اللي هي العزم على عدم الرجعة والتخلص من كل سبب يعينك على هذه المعصية، والاكثار من الطاعات والعبادات وقراءة القرآن، فهذا من سبب الثبات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمجاهدة النفس والثبات على الطاعة ودعاء الله عز وجل يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك، هذا مما يعينك على الثبات. ابتعد عن أهل الشر ومن يعين على شر أو ما يعين على فتنة، وإن كان جوالك مع السلامة كانت برعايته، فهذا مما يعين على طاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يوفق هالوجه، أبشروا بالخير. وبالمقصد الكلام أنك تكب الجوال وصعب أحسه، المقصد الابتعاد عن الفتن ومواطنها أو ما يعين على الفتن. يقول يكفي من القلادة أن ذاك المثل نسيته والله.